في كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية ترأس الأب حنا كلداني كاهن الرعية قداساً إلهياً بمعاونة الشماس هايل العلامات ومشاركة جوقة الكنيسة والعازف سامر هايل العلامات القادم من الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور جمع كبير من أبناء الرعية. وفي عظة القداس تلا الأب كلداني قراءات تاريخية ونبوية من الكتاب المقدس شارحاً كيف ربط الرسل بين العهدين القديم والجديد، حيث قام السلف الصالح من المسيحيين بالتأمل بالكتاب المقدس وأخذ العبر منه لتطبيقها في زماننا الحاضر لأجل أن تكون مجتمعاتنا ماضية في الطريق الصحيح نحو الآخرة. الروح القدس هو النور قلب بطرس، وأنا لا أستطيع أن أقول أنت المسيح ابن الله الحي، ويقول مربوطس لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بإلهامنا الروح القدس. وأنت أخذت الروح القدس العماد في الميرون في كل الأسرار، عندما تضع نفسك أمام الله وتطيع الله وتحب الله الروح القدس هو بيتكلم في لسانك. وهنا أتى جواب المسيح ونصب بطرس قائدا على الرسل، وهذا شاهد في شواهد أخرى في الإنجيل وفي الأعمال وفي الرسائل على أولية بطرس وعلى دور بطرس كصخرة، فقال له أنت صخر وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي. وهذا الدور يستمر لغاية اليوم بشخص قداسة البابا المالك سعيد البابا فرانسيس. ولذلك اليوم كل كنيسة في العالم، أي كنيسة في العالم تريد أن تتكلم عن مصير المسيحية وتريد أن تتكلم عن أمور مهمة وعن وحدة المسيحيين، إلى من تتجه؟ لمين بتروح؟ تذهب إلى روما وإلى قداسة البابا خليفة القديس بطرس. الكنيسة فيها الكلية الأسقفية، كل أساقفة العالم الكاثوليك وغير الكاثوليك هم خلفاء الرسل، ولكن من هو حجر العقد في هذه الخلافة؟ من هو الذي يربط هذه القيادة الروحية، هذه الخدمة الروحية؟ قداسة البابا خليفة القديس بطرس. وهنا ترون دوما صورة مار بطرس مع المفاتيح.